مشكلة الإسكان يمكن هي من المشكلات اللي رصدتها السينما المصرية يمكن من الثمانينات، ابتدت الأزمة زمان، يعني تحول كبير جدا حصل في موضوع الإسكان. يمكن كنا بنتفرج على أفلام أبيض وأسود زمان، كانوا بيجيبوا البخور عشان يبخروا الشقة اللي مش بتتسكن. وفي فترة الثمانينات لاحظنا حتى إن السينما المصرية موضوع خلو الرجل، وشويه شويه ابتدت تتفاقم الازمه مع زياده عدد السكان لحد ما وصلنا لما نحن فيه الان. طبعا بيزيد على ده النهارده زياده كبيره جدا في اسعار مواد البناء، الاسمنت والحديد، يمكن اللي لسه كمان احنا لامسين ده بايدينا. يمكن في خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا حصل ارتفاع جنوني في اسعار الحديد وفي اسعار الاسمنت. طيب هل ده ممكن يوقف خطه الدوله النهارده في حل ازمه الاسكان بشكل جذري؟ هل فقط الدولة محتاجة انها تبني، ولا كمان في مجموعة من الحلول اللي بره الصندوق اللي المفروض تتخذها الدولة لحل مشكلة الإسكان؟ هل نحن في صدد الكلام فقط عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أم في صدد الاحتياج الحقيقي لخلخلة مواطن التمركز والزحام في العواصم والمدن الكبرى بنقل مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات اللي بيخش لها ناس كتير جدا يمكن من بره المحافظات عشان يخلصوا مصالحهم، وده عامل اختناقات مرورية وزحمة كبيرة جدا في البلد ورافع نسبة التلوث؟ هل المشكلة حلها فقط البناء، ولا كمان في مجموعة من الحلول الأخرى اللي المفروض تتخذها الدولة المصرية للقضاء على مشكلة الإسكان؟ يعني كل ده هيكون موضوعنا النهاردة مع ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد أبو المجد المستشار القانوني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بسعادتك. خلينا يعني نعرف مع حضرتك كده نظرة عامة لمشكلة الإسكان في مصر. هو زي ما سعادتك تفضلت وأبلغتنا إن هو كان زمان بنبخر الشقق، النهاردة فعلا إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا بنبخر الشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، عشان المواطن المصري يروح ناحية هيئة المجتمعات العمرانية النهاردة إحنا بنجذبه وبنشده وبنقول له تعالى أنت ليه تاخد بره في مناطق مزدحمة، تعالى خد في المناطق الجديدة هتوفر كثافة سكانية وهتوفر كثافة مرورية بشروط واشتراطات سهلة وبسيطة. قد يأتي المواطن النهاردة عشان يشتري شقة، هنتكلم على مثالين، من هيئة المجتمعات العمرانية وسيم من جهة تانية أو من مالك تاني، تمام؟ النهاردة عشان يشتري شقة من هيئة المجتمعات العمرانية بتبقى أقساط على 3 سنين أو 5 سنين أو أكتر من 5 سنين. النهاردة لما يجي يقسط شقة من مقاول أو من مالك لعقار خاص بيقسط أقصى حاجة سنة. يبقى النهارده انا الدوله بتديك 3 سنين و5 سنين، انت النهارده بتروح بره بتاخد سنه. النهارده المالك بيبني في المناطق المتكدسه بالزحام والكتله السكنيه، الدوله النهارده بتبني في المدن الجديده، واتجاه الدوله كله رايح للمدن الجديده، العاصمه الاداريه الجديده اللي امر بها السيد الرئيس، تمام؟ كل الاتجاه رايح للمدن الجديده. يا جماعه عايزين نفك القاهره شويه ونفك الازدحام، عايزين نقضي على المركزيه، عايزين نروح للامركزيه، تمام؟ لو نجحنا في الموضوع ده مع تسيير بعض الامور وتسهيلها، تمام، هننجح كدوله ان احنا فعلا نعمل توسع جغرافي وتوسع عمراني. احنا كلنا متكتلين في قطعه قد كده، يعني مصر النهارده كلها متكتله في القاهره والجيزه ومناطق معينه مقفلين على نفسنا، تمام؟ لكن النهارده لو عملنا توسعه وخدنا مدينه بدر، خدنا مدينه اكتوبر، خدنا التوسعات، خدنا مايو الجديده، خدنا الحاجات اللي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان عاملها في جميع المحافظات. النهارده راس غارب لما حصلت مشكله الفيضانات تم صرف 600 وحده جاهزه للاسكان فوري تحت تصرف المحافظ، تمام؟ 600 وحده 90 متر 3 اوض وصاله وحمام ومطبخ تسكن فيها في التو، مش لسه هتاخد بقى تركب لمبه او تركب كالون باب، لا، الكلام ده كله انت بتسلم على المفتاح. فتخيل النهارده لما يبقى عندك القدر ده، النهارده في البحيره 7690 وحده سكنيه، الشرقيه بيقرب من 20,000 وحده سكنيه، تمام؟ طيب جميل جدا، انا طبعا موقن تماما بحجم المشروعات الكبيره اللي بتقام على الدوله، وبنشوف فعلا ده في التلفزيون، بنشوف مشاريع الافتتاح وكل حاجه، لكن في سؤال بيساله على طول المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي حالا، تمام. هو فين الكلام ده؟ يعني الكلام ده نوصل له ازاي؟ احنا مش عارفين نعمل ايه؟ ما هو دي بتتوزع على ناس معينه، اصل دي ما ينفعش اي حد ياخدها، انا عايز بس ارد على الاستفسارات الكتير ديت اللي بتجي. ازاي توصل لها؟ أيوة. ده اول سؤال، ازاي وصل لها النهارده مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما خلتش في حاجه لازاي اوصل لها؟ هتوصل لها هتكتب هيئه المجتمعات العمرانيه على الويب سايت بتاعها، دخلت على هيئه المجتمعات العمرانيه كانك قاعد في المبنى. كويس. طيب ما عنديش انا الامكانيه ان انا ادخل على الويب سايت. طريق المحور المركزي 6 اكتوبر هيئه المجتمعات العمرانيه، المبنى معروف، ادخل
اخبط على الباب، سلام عليكم، انا مواطن مصري، وادي بطاقتي وادي اوراقي، عايز اخد شقه، ايه المطلوب مني؟ مطلوب منك واحد اتنين تلاته، هيقولوا له ايه الشروط، تمام. توفرت عليك الشروط اخدت الوحده، ما توفرتش عليك الشروط مش مش هتاخد هتاخد الوحدة الوحده. أكيد. طيب يبقى ادي كده، ادي قصه ايه ازاي نوصل، تمام. الشق الثاني من السؤال دي بتاعت ناس معينه، الجمله دي انتهت، دي لناس معينه، ناس معينه اللي هتاخدها، او ناس معينه النهارده القرعه الكترونيه، سعادتك بتقدم وانا بقدم وسين بيقدم وصاد بيقدم وعين بيقدم ولام بيقدم، تمام، كلنا كده الكمبيوتر اللي بيختار، مفيش انا النهارده، طبعا طبعا مفيش ده حقيقي النهارده احمد مظبوط. ده احمد ده يعرف فلان، فاحمد ده النهارده يفوز في القرعه، لا، وبنطرح الاسماء جميل. فور نشر النتيجه واعلانها، اسماء الايه الحائزين على الوحدات. طيب اللي ما حسي، صحيح. تمام، خلاص كده يقفل الملف، لا، يرجع تاني للهيئه، انا اترفضت ليه؟ اترفضت عشان واحد اتنين تلاته، استكمل وتعالى تاني. يا جماعه احنا عندنا كل شهر عندنا طرح قرعه، او كل شهرين. يا جماعه احنا عندنا مشكله في الاسكان، ما حدش بيروح على اسكان الدوله، كلنا عايزين الاسكان الخاص. هو ايه اللي رفع طيب الموضوع؟ يعني خليني برضو اتناقش مع حضرتك في ده. يعني انا موقن دايما ان احيانا بتبذل مجهود كبير الدوله بتعمل مجهود كبير جدا، وبنيجي عند اخر ايد في الاخر تبوظ الدنيا او تفقدنا المصداقيه في كل اللي بنعمله وكل المشروعات الحقيقيه اللي هي موجوده على الارض. انا واحد من الناس، من الناس اللي ساكنين في الايجار الجديد على فكره، عشان بس الناس متخيله ان احنا المذيعين دول يعني لا ولا حاجه خالص. انا ساكن في شقه ايجار جديد على فكره. انا واحد من الناس كنت من المتقدمين لهذه الطلبات. لحد النهارده انا مش عارف موقفي، لا شايف اسمي في كسوف في كشوف الناس اللي نالت القرعه ولا اللي خسرت القرعه. بتصل النهارده بارقام 1188 بتاعه وزاره الاسكان الهيئة وبنك بتاعت الهيئة، التمويل العقاري، تمام، التليفون مشغول وبيسحب الرصيد، ولما ردوا عليا الانسر ماشين سحبوا 50 جنيه رصيد وانا قاعد مستني ان حد يرد عليا، برضه فشلت. دخلت على الانترنت فشلت ان انا اعرف الموقف بالظبط. يعني في بعض الاجراءات اللي في الاخر اخر ايد خالص ساعات هي اللي بتبوظ المشهد الجميل ده. فازاي ممكن نتغلب على ده؟ ازاي نعمل طريقه تواصل مباشر حقيقي مع الناس؟ هقول لحضرتك، هو يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه ده انا مش هقدر انكره، هو موجود بالفعل، تمام، مش في هيئه المجتمعات العمرانيه او في وزاره الاسكان، في اماكن كتير جدا في جمهوريه مصر العربيه، وده بينطبق تحت بند الفساد اللي احنا بنحاربه والسيد الرئيس بينادي بيه، وان احنا لازم يا جماعه نفوق لنفسنا شويه. يعني النهارده سعادتك بتقول انا بدخل بتصل على التليفون الانسر ماشين بتضيع مني 50 جنيه رصيد، حضرتك ما عندكش ساعه فاضيه توصل للهيئه، مبنى الهيئه، ما هي دي مصلحتك كمواطن، مصلحتك الشخصيه، انت مش رايح تعمل مصلحه لحد تاني، انت تعمل مصلحه شخصيه ليك انت، مش لاحمد مثلا او للقناه او لحد فاهم تاني، قصدك. فليه حضرتك ما تعبش نفسك تروح هيئه المجتمعات العمرانيه؟ ليه حضرتك ما تراجعش البنك الاسكان والتعمير؟ ليه؟ اكيد في حاجه غلط في الاوراق، او في حاجه ناقصه في الاوراق او الشروط لن تنطبق عليك. ابدا استفسر، ابدا ابعت على الموقع الالكتروني للهيئه بيردوا، يعني ده موقع الكتروني على النت، تمام، هبدا ابعت الحاجات دي هيردوا عليا، مش هيردوا، لكن بقى موضوع تليفون ممكن يكون موظف ريسبشن متكاسل. ما انا بقول لحضرتك دايما اخر يعني اخر ايد ده اصغر واحد هو اللي بيبوظ الصوره. بص يا يعني باشا، شوف حضرتك مجهود وزاره الداخليه قد ايه، وساعات يجي امين شرطه يعمل حركه يعمل يزعل الناس من الداخليه كلها، بالظبط كده، يعني يجي مفتش تموين يزعل الناس من التموين وزاره كله، التموين كلها، ده تمام. بيحصل، ده بيحصل. فالقصه يا جماعه احنا مش لازم الاكل يتحط لنا في بقنا، ممكن نمد ايدينا وناكل. حضرتك يعني كمان مش شايف ان تدخل الصحفيين النهارده والاخبار ده برضو بيعمل مجموعه من المشاكل؟ يعني دايما تلاقي اخبار في الصحافه ظهور نتيجه مش عارف ايه، وبعد كده الدوله تقول لا قدامنا تأجيل، شهرين، مفيش، لا هنأجل. عشان كده احنا بنقول ايه، نرجع للمصادر الايه الحقيقية، عندك الموقع، عندك المكان اللي انت مقدم فيه، بسيبك من الجرائد، مش كل الجرائد، او انا اسف، مش كل الاعلام صادق. صحيح يا جماعة احنا النهاردة عندنا، احنا مش حربنا ارهاب، احنا حربنا كذا حاجة مع بعض، مجموعة جروب كده بيحاربونا بيه، اعلام مع ارهاب مع فساد، يعني كذا حاجة بنحب نتحارب بيها كدولة، تمام؟ صحيح. انت النهارده في ظل الاسعار اللي احنا بنعيشها دلوقتي، زياده الاسعار، الحديد بكام؟ الاسمنت بكام؟ النهارده الدوله لما تبني وتيجي تقول لك الشقه النهارده انت هتدفع سعر المتر، يعني سي مثلا الناس اللي قالت سعر المتر الاراضي في الدوله 7000 جنيه. ما ده طبيعي. ما انت بتاخد في المتميز قوي. صحيح. يعني الدوله بتقول لك دي التورتايه. عايز التورتايه خد، عايز حته من اخر التورتايه براحتك.
صحيح لكن مظبوط. انت عايز التورتايه يبقى ده ب7، ليه انت تاخده من بره؟ ليه مثلا لو حضرتك تشتري مني حته ارض ترضى ان انت تاخده ب10 مظبوط كلامك سليم 100% وفي صحيح. الدوله تاخد ب7؟ انت هتدفع 10 ليه؟ هتدفعهم كاش نقدي، انت مع الدوله بتقسط. طب يا جماعه الكلام ده يعني نبص بايه، بعين ناس بتفهم بقى، عشان مش عايزين بقى نقعد نمسك اخطاء للدوله. 7000 جنيه الدوله، اه يا سيدي، ما صحيح كلام حضرتك مظبوط، انت انا متفق كمواطن، معاك انت تماما. كمواطن لما كان بيتباع المتر ده بربع جنيه، انت كمواطن كنت بتقول يا بيتباع بربع جنيه ليه؟ هو صحيح. في متر ارض بربع جنيه؟ لا ما هو طب لما الميزان اتعدل، ارضاء الجميع ده لما الميزان اكيد اتعدل يكن، اكيد مش عاجب اكيد. حد؟ بس يعني احنا عايزين نتكلم في حاجة تانية مهمة جدا، يمكن احيانا لما بنتكلم عن مشكلة الاسكان فاحنا برضو مش بنتكلم عن مشكلة عقار، مش بنتكلم عن مشكلة شقة، مش بنتكلم عن مشكلة وحدة سكنية، على قد ما احنا لازم نكون فاهمين تماما ايه هي الحاجات اللي هتخلي المواطن يقبل على مشروعات الدولة. دائما وابدا كل واحد فينا النهاردة بيفكر ازاي يسكن جنب المكان اللي بيشتغل فيه وقد ايه ده مهم جدا. فاكيد عايزين نفتح مع حضرتك بقى نقطة ازاي ان احنا نقدر نوفق بين مراكز العمل وبؤر العمل الملتهبة اللي فيها عمال وفيها موظفين بتروح وتيجي وبين اماكن الاسكان في المناطق الجديدة. ده المتوفر فعلا حاليا، بس احنا لو بصينا له بنظره واسعه شويه هنلاقي ده اللي فعلا موجود النهارده. عندنا المنطقه الصناعيه في 6 اكتوبر، احنا بنوفر في الاسكان الشباب واسكان المتوسط تمام في 6 اكتوبر. مدينه بدر جنب العاصمه الجديده، مدينه الامل جنب العاصمه الجديده. يا جماعه الموضوع والله مش لازم انا النهارده ساكن في الهرم يبقى شغلي في الهرم، لا انا ممكن اطلع من الهرم ناحيه شغلي لو في العاصمه الاداريه الجديده تمام. لو انا شغلي في اكتوبر اروح اكتوبر، ما انا يا جماعه متاح جدا. هي القصه انا بشفق على المواطن في ايه؟ في الاجراءات، واللي انا بنادي بيه النهارده الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، يعني نسهل الامور شويه ونسهل الاجراءات شويه. مش لازم نقول للمواطن عشان تاخد شقه في الدوله تجيب لبن العصفور، عايزين نلغي لبن العصفور ده. ومش لازم نجبر المواطن انه يروح يتعامل مع السمسار. بيحصل صحيح. السمسار دي كارثه عندنا تاني النهارده. اي جهاز تابع هيئه المجتمعات العمرانيه تلاقي حضرتك قدامه ما لا يقل عن 200 سمسار، عايز شقه، عايز ارض، عايز مش عارف ايه، عايز ايه. طب النهارده المواطن لما السمسار ده بيقابله بره على الباب، المواطن هيستسهل هياخد كام يعني؟ صح؟ مش صحيح. احنا كلنا كده؟ ده مش فايده المجتمعات العمرانيه في المرور وفي التراخيص وفي السجل المدني، بس يعني السمسار خلينا اقضي على واقعيين السمسار. يا فندم، خلينا واقعيين. حضرتك طرحت باب في منتهى الأهمية وهو باب الفساد. النهاردة السمسار ده وجوده دلالة، ده هل عرض، دلالة عن وجود فساد في المنشأة. تمام يعني أنا واحد من الناس، يعني مش عايز أتكلم عن تجارب شخصية عشان ما ينفعش كإعلامي، تمام عيب إن أتكلم عن تجارب شخصية، لكن في بعض الأماكن مثلا أماكن بتداوم من الساعة 10 الصبح للساعة 2 الظهر، تمام بتخش الساعة 11 تسحب رقم زيك زي أي مواطن، الدولة عاملة اللي عليها إيه، موفرة الأرقام وشبابيك بأرقام وحاجة فل. بتخش تسحب رقم يقول لك والله الأرقام خلصت، تكتشف بعد 5 دقائق ان الارقام دي اتباعت لناس جوه للسماسره اللي انت بتتكلم عليهم، وتخش تشتري الرقم عشان تقف في الشباك بمبلغ. ده انا هقول لك الاعجب من كده، بتروح حضرتك تشتري الرقم بفلوس، وبعد ما تروح تقف في الشباك يقول لك الرقم عدى، فتروح انت طبعا دفعت فلوس. يا جماعه انا دفعت فلوس، وتعلي صوتك بقى، انا دفعت فلوس عشان الرقم مش شغال. في فيقول لك حين لا ان حضرتك لما دفعت فلوس ما كنتش بتعلي صوتك. طبعا انت، انا اسف طبعا يعني دفعتها، طبعا دفعتها كده عشان تاخد الرقم. يعني لما اخدت الرقم وما اشتغلش فانت بتروح فتكتشف لا والله طب سهل، روح للموظف الفلاني هيمضي لك على ظهر الرقم اللي بيفعل لك الخدمه تأشيرة. كمان ده بياخد يعني، تأشيرة. والرقم بفلوس والتفعيل الرقم بفلوس واللي جاب لك الرقم بياخد منك فلوس. ففي ليه الاخر بقى؟ ليه؟ بتلاقي نفسك عشان تريح حضرتك دماغك تخش اصبحت، على السمسار تديله 100 جنيه وتنهي اوراقك. لا مفيش سمسار بياخد 100 جنيه. انا مش بتكلم على يعني السمسار او العميل او الوسيط او هنتكلم ايه؟ الفساد، انا بتكلم على هو الفساد. عشان حضرتك اصبحت صيد سمين ليه؟ ما انا الشباك عندي فاضي، ما احنا لو التزمنا النهارده وقفنا الطابور صح تمام؟ وقفنا النظام صح. انا بقول لحضرتك رحت على الشباك قالوا لي الارقام خلصت، الموظف هو اول شريك ادخل في الاعلى الفساد. منه، ما هو مش معقول المكان اللي انا فيه او الهيئه اللي انا فيها كلها فاسدين. في فساد. في، ما انا معترف ان في فساد، بس مش في كل الهيئات، يعني هنقول مثلا هيئه المجتمعات العمرانيه. لا طبعا انا ما اختلطتش بهيئه طيب المجتمعات، ليه النهارده ما ما صح. فيش قدام عصا مصر؟ عشان التعامل مباشر. عشان التعامل المباشر، بالظبط. حضرتك بتدخل تاخد رقم بالمواعيد العمل من الساعه كذا للساعه كذا لحد اخر دقيقه في مواعيد العمل، مظبوط. الناس شغاله، المكان مش عايز اقول لحضرتك صرح عظيم
صرح عظيم. لو المواطن تعب نفسه شويه ووصل لحيط ادنى هيئه المجتمعات العمرانيه هيسال وهيعرف وهيقعد مع حد، هيقعد مع حد كانه في مكتب استثماري مثلا خاص، هيشرح له كل الامور وهيبسطها له. ولا الورقه دي، لا الورقه دي، دي هنعمل كذا، دي هنعمل اجراءات. بصراحه في هيئه المجتمعات العمرانيه سهله جدا، بس احنا المواطن النهارده بيستسهل. سعادتك النهارده لما تروح اي جهه حكوميه وتلاقي سمسار او تلاقي اي حد من الوسط اللي برضه دول، بنستسهل احنا كشعب ما بنحبش يعني اللي احنا نحبش نتعب. ليه؟ اللي شفناه على مدار السنين ان هو اسهل طريقه للوصول هو ده الباب الخلفي، هو ده الباب الخلفي. بنبحث دايما عن الباب الخلفي، بنبحث دايما عن الباب الامامي او الدخول من الباب الشرعي. صحيح. تمام. صحيح. فالنهارده احنا بنقول ايه؟ بنقول المواطن يتعب نفسه شويه، يحاول يكافح معانا ظاهره الفساد. مش لازم ان انت عشان النهارده، لا يا سيدي خد اجازه يوم وفضي نفسك للموضوع ده وروح بدري وروح في المواعيد. طب لقيت فساد ولقيت الموضوع ان انا لازم ارجع اخد الرقم من الباب الخلفي، لا اطلع للاعلى، الموظف الاعلى، اطلع للاعلى لحد ما اوصل للمدير او الـ او الـ او الـ الرئيس اللي موجود في المكان. تمام. لو قدرنا كلنا نوصل للنظريه دي ان احنا نتغاضى وما نشوفش الوسيط، احنا نبقى شعب ملتزم وشعب منضبط وشعب ما عندوش اي مشاكل في اي حاجه باذن الله. وانا اتمنى طبعا ان كل المشاهدين النهارده يعني يتبعوا الاجراءات اللي حضرتك بتتكلم عليها. استاذ احمد ابو المجد النهارده بيقول بمنتهى الصراحه الدوله عامله اللي عليها، اتفضلوا روحوا هيئه المجتمعات العمرانيه. وهنكرر تاني مكانها فين يا فندم؟ المحور المركزي. المحور المركزي 6 اكتوبر. 6 اكتوبر بعد، ينفع اقول اسم؟ اتفضل يا فندم. بعد هايبر 1. بعد هايبر 1. كويس كده، ادي عرفنا المكان، نبتدي نروح بنفسنا، نبطل نتعامل مع الوسيط، نخش بنفسنا ندق الابواب. ونوعدكم في قناه مصر الزراعيه اللي هيروح ويلاقي اي فساد يبلغنا واحنا هنعلنه على الهواء باذن الله وهنقف معاكم. لكن حرام لما نضيع مجهود دوله بتشتغل في ظروف صعبه عشان توفر سكن ويضيع المجهود ده كله واحد فاسد. ما تخلوش الفساد ياخد فرصته، يلا بينا نحارب كل الفساد. بشكر حضرتك جدا استاذ احمد ابو المجد المستشار القانوني على هذه الفقره المتميزه. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين فقراتنا لسه ما خلصتش، مكملين معاكم بعد فاصل قصير مع الزميله مها سميح، تابعونا.